أما الآن موعد أخبار المال والأعمال. رجائي رمزي، ما هو أخبار الاقتصاد؟ إليك رجائي. شكرا هبة، شكرا حكمة. مشاهدينا إلى هذه الوقفة الاقتصادية. أهلا بكم. في إطار دعم استراتيجية الدولة لتطوير والتعليم والبحث العلمي، كشفت وزارة التعاون الدولي أن حجم التمويلات الإنمائية الجارية التي أتاحها شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيون بلغت قيمتها 2.36 مليار دولار، ذلك لتنفيذ 36 مشروعا في 74 موقعا تغطي كافة محافظات الجمهورية. وفقا لخارطة مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، في 15 شريكا أو فإن 15 شريكا تنمويا أتاحوا هذه التمويلات التي تبلغ قيمتها 2.36 مليار دولار، تمثل 9.2% من محفظة التمويلات التنموية الجارية، وتعزز هذه التمويلات تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. أجرى وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة هبة مغيب المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة بزيارة ميدانية لمحافظة الإسماعيلية، ذلك لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية العام المالي المنتهي، كذلك مشروعات العام المالي الجاري. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أهمية المتابعة الميدانية والتقييم على أرض الواقع، بما يسهم في تحسين عملية الحوكمة وكفاءة الإنفاق، خاصة الإنفاق الاستثماري للحكومة، مشيرة إلى أن الهدف الرئيس يتمثل في متابعة المشروعات المدرجة بالخطة والوقوف على مستويات تنفيذها ونتائجها. وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 31 قطعة أرض في 16 مدينة جديدة بأنشطة متنوعة. قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار إنه تمت الموافقة على تخصيص 11 منفذا وثلاثة مكاتب تموين بمدينة حدائق أكتوبر، تستخدم كمنافذ لبيع السلع الغذائية وصرف السلع التموينية للجمهور، وذلك لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية بنظام نقل الأصول. وإلى أسواق المعادن النفيسة، حيث ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بواقع 0.2% ليصل إلى 1756.61 دولار للأوقية. على صعيد الذهب المحلي، صعدت أسعار الذهب ليسجل عيار 18 نحو 664 جنيها للجرام، في حين بلغ الذهب عيار 21 سعر 775 جنيها للجرام، كما سجل ذهب عيار 24 ما قيمته 885.5 جنيه للجرام. هذا وصل سعر الذهب للجنيه أو سعر الذهب 6200 جنيه. أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا أن اقتصاد البلاد نما في يونيو بنسبة 1% أفضل من توقعات الخبراء عند 0.8%. ارتفع قطاع الخدمات بنحو 1.5%، كذا قطاع المطاعم بنسبة 10%. بالمقابل تقلص الانتاج الصناعي بنسبة 17%. أظهرت البيانات أن الناتج المحلي ما زال متراجعا بنسبة 22% عما كان عليه قبل جائحة كورونا. نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة إلى الزملاء لاستكمال مشاهدينا هذه الجولة الإخبارية. لكم شكرا رجائي.